بحرص يصطحب هذا الرجل بناته بعد انتهاء دوامهن المدرسي. قلق وخوف ينتاب أهالي الطلبة في النجف من تعرض فلذات أكبادهم للخطر جراء تهالك بعض الأبنية المدرسية القديمة، وذلك مع هطول الأمطار وتأثر المدارس الآيلة للسقوط بخطر الانهيار. مناشدتنا أول شيء نخاف على جهالنا، زين تودي هذا يعتبر للموت لا تخلي مدرسة مهجورة ساعة ساعة توقع. أكو أحياء تعبانة وأكو مدارس تعبانة وأكو لو مدارس لو تروح تشوفها الله يساعد الطلاب والمعلمين عليها، زين شلون قاعدين بيها يعني؟ زين وهذا شتاء تمطر الدنيا تخاف على الطالب يقع عليه السقف، يعني أمطار يعني المدارس أكو يطب لها الماء لجوه. أكثر من 100 مدرسة أحيلت إلى الترميم قبل وقوع كوارث الانهيار على رؤوس الطلبة والكوادر التعليمية، إجراء كشفت عنه مديرية تربية النجف التي قالت إنها تتابع هذا الملف بشكل دائم مع إدارات المدارس. حيلت أكثر من 100 بناية مدرسية إلى الصيانة والترميم، وأيضا من خلال موازنة وزارة التربية على تخصيصاتنا لعام 2023 أيضا أحيلت العديد من بناياتنا إلى الصيانة دائما بالمتابعة لملفات الأبنية المدرسية، إضافة إلى توصياتنا المستمرة لإدارات المدارس بالاهتمام بالأبنية المدرسية ومنها بالتحديد أسطح الأبنية المدرسية ومتابعتها وبالذات في هذا الفصل فصل الشتاء. وتأتي مخاوف النجفيين بعد تسجيل حادثة انهيار سقف إحدى المدارس على رأس مديرتها، الأمر الذي تسبب بإصابتها ونقلها إلى المستشفى في وقت يحذرون فيه من تكرار مثل هكذا حوادث قد تسبب كوارث بشرية مميتة. من النجف محمد رزاق، التغيير.